مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كل الزوايا. اسمي ساره حازم طه، مذيعه داخله عليكم النهارده بايه؟ داخله عليكم بقلم، داخله عليكم بورق، داخله عليكم بمايكروفون. هي دي ادواتي، ادوات اي مذيع طبيعي. اللي مش طبيعي اني ادخل على حضراتكم بسلاح، سلاح. سلاحي هو القلم، سلاحي هو الكلمه اللي بقولها وانا امنه ومطمئنه. لكن لتال شميش المذيعة الإسرائيلية ما كانش مكفيها الطيارات والدبابات والمدرعات وعشرات الآلاف من الجنود في الخارج. قاعدة خايفة مذعورة من أنفاق وعبوات محلية الصنع، قاعدة في استوديو كام متر في كام متر وحاطة المسدس في ظهرها. خليني أقول لكم أني عذراها، لأنه رغم تفوق تسليح الجيش الإسرائيلي على حماس، رغم هذا التفوق إلا أن الاحتلال وقع في فخ الكمائن وبقت المسافة هي صفر. هي يمكن حست بالصفر ده، علشان كده هي مش بس في الاستوديو لكنها حاطة السلاح في ظهرها، لأنها كمان ممكن تكون بتنام بيه. طبعا يعني ده سخرية منها، هي أكيد مش عاملة كل ده عشان خايفة. لتال عايزة توصل رسالة أنه الشعب الإسرائيلي كله لازم يتسلح. خليني أقول لكم رقم مهم وقفنا عنده. طلبات تراخيص السلاح في إسرائيل ارتفعت ل 256 ألف طلب، وده بمعدل 600% زيادة عن تراخيص السلاح اللي بتبقى مطلوبة في العادي في الداخل الإسرائيلي. فدي الرسالة للمذيعة اللي ماشية بسلاحها في الاستوديو. ده ياخدنا للقطة التانية. اللقطة التانية بتاخدنا لينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية. تلك قضية وتلك قضية، دي كلمات أغنية تلك قضية اللي غناها فريق كايروكي، واللي أخدها المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزيزة وكتب على حسابه على إنستغرام، وقال إنه في الفترة دي أو من فترة فاقد تركيز، مش بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم بتركيز، لكنه لما ركز 17 ثانية في كلمات الأغنية دي اللي غناها فريق كايروكي المصري، لقى ان الكلمات دي بتعبر عن حالهم وقد ايه العالم ممكن يكون مهتم بفكره تغير المناخ، بفكره حياه السلاحف، لكن على الجانب الثاني في دماء تسال واطفال بتروح، وفي الاخر محدش بيتكلم. معتز عزيزة ما اتصدمش، وانا هنا بضم صوتي لصوته وبقول انه فعلا ازدواجيه المعايير واضحه للكل ومن اول يوم، وانه تلك قضيه وتلك قضيه.